مشاهدي اوريزون تي في، مرحبا بكم. ضيفنا اليوم غادي يودعنا ويضرب لينا موعد السنه المقبله. في النهار ديال العيد نحاولوا ما نتقلوش في الاكل، حيت الجهاز الهضمي ديالنا مازال ما ولفش يخدم بالنهار. نقسموا الاكل ونبعدوا ما امكن على الدهنيات بحال الرغيف مقليين ومسلين. نتمنى نكونوا استفدنا من النصائح الغذائيه اللي قدمنا خلال هذا الشهر الكريم، واكتسبنا معها عادات غذائيه صحيه اللي غنبقاو متبعينها العام كامل. وبهذا كنقول لكم عيد مبارك سعيد.